ديون فوق المليار يورو ورواتب ضخمة، نادي مش عارف يسجل صفقات عادية واضطر يفرط في أهم لاعب في تاريخه. إزاي مرة واحدة بقى قادر يعمل كل الصفقات دي في صيف واحد؟ ده السؤال اللي طرحه يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونخ ووراه كتير جدا من المتابعين: أندرياس كريستينسن، فرانك كيسي، رافينيا، روبرت ليفاندوسكي، جول كوندي. إزاي؟ حاجات كتير حصلت، سواء رحيل لاعبين أو قروض أو تخفيض مرتبات، لكن الخطوة الأهم كانت حاجة لا يمكن تتم بدون موافقة أعضاء النادي، وهي الرافعات الاقتصادية اللي جوان لابورتا رئيس النادي قدر ياخد عليها الموافقة يوم 16 يونيو 2022. طب وكل ده ليه؟ علشان يوفر سيولة مالية يقدر بيها يخش السوق، وكمان يزود مداخيله في السنة المالية عن مصروفاته فيقدر يسجل صفقاته. نقدر نقسم المسألة لثلاث أجزاء: حقوق البث، شركة PLM الخاصة بتسويق النادي، استوديوهات النادي أو بارسا ستوديوز، والهدف هو بيع نسب من كل الحاجات دي لتوفير فلوس للنادي. بالنسبة لحقوق البث، العملية هي بيع 25% منها لمدة 25 سنة عكس اتفاق CVC بتاع الليجا اللي كان بيقول 50 سنة، وده تم على خطوتين: 10% اتباعت بسهولة لصندوق 6th Street و 15% اتباعت لنفس الجهة بس خدت شوية وقت، وده بسبب قرض برشلونة كان واخده من جولدمان ساكس بضمان 90% من حقوق البث، لكن تمت التسوية بسهولة وبكده تم تفعيل أول رافعتين. الجزء الثاني كان شركة تسويق النادي PLM اللي عايزين يبيعوا 49.95% من أسهمها، والاتجاه الحالي هو تأجيل الخطوة دي للسنة الجاية على أمل زيادة قيمتها. أما بارسا ستوديوز اللي كان لابورتا أخد عليها الموافقة بالفعل في 23 أكتوبر 2021، اتباع منها 24.5% لشركة سوسيوس.com مقابل 100 مليون يورو، ودي كانت الرفعة الثالثة. أما الرابعة فكانت 24.5% تانيين من قيمة الاستوديوهات اتباعت لشركة أورفيوس ميديا مقابل برضو 100 مليون يورو. طبعا ده مش معناه ان كل حاجة تمام، محدش عارف الحقيقة الكاملة والوضع هيبقى عامل ازاي على المدى الطويل، ولكن الاكيد ان لابورتا راهن على نجاح سريع وفوري، وقصاد ده كان مستعد يتخلى عن كل الاصول اللي اتباعت في عملية الرفعات. الرهان هينجح ولا هيفشل؟ ده اللي هتبينه السنين الجايه.